الحقائق تتكشف جليا عن حقيقة التحالف السعودي الإماراتي الذي تحول إلى جسر عبور للقوى البريطانية والأمريكية والجواسيس الإسرائيليين إلى المناطق والجزر اليمنية. المهرة تقف اليوم في قلب معركة الدفاع عن السيادة وفضح المخططات الخطيرة. لم يكن ذهاب التحالف السعودي الإماراتي بعيدا عن المعركة التي أعلنتها وأهدافها والاتجاه نحو المهرة وسقطرى اعتباطيا، بل كان ذلك لتحقيق الأهداف الحقيقية لهذا التدخل المتدثر بالشرعية المريضة المتورطة في تبرير تقاسم واحتلال البلد. كل هذا الكلام، قلل المعيشة، مرتبات ما فيش، الوقود غالية، كل الوسائل التي يعيش عليها المواطن معدمة. ليش؟ بسبب هذا الاحتلال. ولن تتحسن الوضع المعيشي للمواطن والأمني إلا بعد ما تخرج القوات السعودية والقوات المحتلة بشكل عام. هذه الرسالة اللي نريد أن نبلغها الدول اللي لها قوات عندنا في المهرة. فالسعودية تحاربنا منذ زمن طويل. وصول القوات البريطانية إلى المهرة بذريعة البحث عن مهاجمي السفينة البريطانية لا يختلف عن المبررات التي رفعتها السعودية عند إرسال قواتها إلى المحافظة، وفشلت طيلة ما يقارب 4 أعوام في تقديم حتى دليلا صغير لتبحث اليوم مع البريطانيين عن ذرائع وهي جديدة. وحربها من أول كان حرب ناعمة من تحت الطاولة، الآن احتلتنا ودمرت مؤسساتنا وأنهكت اقتصادنا واحتلت مطاراتنا وموانينا ومنافذنا، وها نحن اليوم في هذه الحالة. الصرف مرتفع، العملة اليمنية انتهت، المواد الغذائية غالية، الوقود غالية، كلها نتيجة الاحتلال، كلها نتيجة تواجد القوات السعودية. ما تعاني الشرعية من ضعف ووهن وانعدام الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين، حتى ما على لجنة الاعتصام السلمي أن تتصدر المواقف لقيادة معركة السيادة وهي اليوم موضع ثقة كل أحرار المهرة واليمن. مرحل للمهرة يتحقق فيها الأمل وتحقق النصر فيه في المهرة.